وخلينا نرجع تاني لارض الملعب ولقاء محمد توفيق واستكمال اللقاءات بعد المباراه. الكلمه ليك يا محمد. ألف مبروك من جديد كابتن هيثم وضيوفك، كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان مكملين، ونجمات فريق النادي الأهلي لكرة السلة واحدة من النجمات النهاردة، واللي يعني كمان تم تكريمها بعد المباراة كأفضل مصابة ثلاثيات سرايا محمد. ألف مبروك الفوز، ألف مبروك الثلاثيات اللي أكثر من رائعة اللي عملت فرق، وأعتقد كلام كابتن طارق قبل المباراة تنافستوه بالحرف وخلصت الماتش بدري بدري. والله انا عايزه ابارك للفرقه طبعا اول حاجه على البطوله الرابعه، وعايزه ابارك لجمهور النادي الاهلي على البطوله الرابعه من اصل 5 بطولات. وطبعا بصراحه يعني احنا تعبنا وعارفين ان البطوله كاس مصر دي ان اللي بيخسر يعني اللي بيخسر بيطلع بره، فاحنا كنا مركزين اكتر ان مفيش تعويض مفيش بيست، فاحنا بصراحه مستعدين من اول البطولات خالص ان احنا مركزين ان احنا عايزين ناخد 5 بطولات وبس من غير ولا هزيمه اي ماتش، وده فعلا اللي حاصل لحد دلوقتي. قدرنا الحمد لله نكسب اربع بطولات، ان شاء الله فاضل الدوري، وان شاء الله احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نبسط جماهير النادي الاهلي بال5 بطولات ان شاء الله. ده اللي كنت هساله لك، ان جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالبطولات، حققتوا 4 بطولات بس في بطوله 5 هتستعدوا لها ازاي، خاصه كابتن قال لي هو يومين اجازه بس في العيد. ده يعني كابتن طارق كده كرمنا جدا ان هو مدينا يومين اجازه، بس طبعا هو احنا خلاص السيزون كله عباره عن فاضل خلاص بتاع 5 أو 6 ماتشات بس سيمي فاينل ان شاء الله مع سموحه، فريق محترم فريق متمرن فريق كويس جدا، فاحنا هنركز اكتر هنبص عليهم هنشوفهم بيعملوا ايه، وان شاء الله بعدها ان شاء الله نقدر نوصل للفاينل ونكسب الماتشات كلها. كابتن طارق طبعا مجهزنا من الاول ان الفرقه كلها تبقى مع بعض ايد واحده روح واحده، مش فارقه مين جوه مين بره، مهم ان الخمسه في الملعب يبقوا هم بيأدوا اقصى حاجه عندهم. شكرا يا سرايا، ودايما بنتمنى لكم التوفيق، ودايما يا رب نفرحنا بالبطولات. شكرا ومبروك.